ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي أحمد الركبان. أستاذ أحمد، مساء الخير. برأيك يعني ما الذي يستفيده النظام القطري من وراء استمرار سياساته العبثية وتسييسه للحج ومطالباته بتدويل الحرمين الشريفين؟ أولا بسم الله الرحيم، مساء الخير وكل عام لكم حكومة وشعبا. الحكومة القطرية الحالية والسابقة يبدو أنها جبلت على زعزعة الأمور السياسية، وخاصة في مثل موسم الحج كل عام. لا تنسى أن إيران منذ أكثر من 25 سنة أو 30 سنة تقريبا كانت تحاول قدر ما تستطيع زعزعة الأمن داخل المشاعر المقدسة بدعم من قطر منذ أكثر من 25 سنة تقريبا. السياسة القطرية انكشفت عراها في الآونة الأخيرة، واستطاع الملك سلمان حفظه الله أن يكشف عرى هذه الحقيقة السياسات العنجهية من قبل الحكومة القطرية مع الأسر الشديدة التي تدار من طهران. اليوم الحقيقة تستفيد قطر محاولة التفات العالم لها من أجل طبعا العزلة التي تمت من قبل الحكومات العربية والإسلامية، التي أدركت أن وجود قطر حاليا وخاصة بالحكومة الحالية يشكل عمل خطر أو مشكلة لجميع الدول. ولذلك ما أن تدخل قطر في أي قضية عربية إلا وترى الفساد من الخلف، بدءا من ليبيا إلى تونس إلى شرق أفريقيا إلى اليمن إلى شمال سوريا والعراق وغيرها. كل هذه حقيقة تحاول قطر أن تلفت العالم لها. اليوم المملكة استطاعت أن تكشف يعني هذه السياسة العنجهية، ومن ذلك الحقيقة حرمت شعبها الحقيقة المأسور من حج هذا العام، واستطاع حجة القطريين أن لا يبالوا بهذه السياسة وتلك التناقضات، وخاصة أن لديهم القرضاوي الذي مع الأسف الشديد ينظر باسم الإسلام وهو طبعا براء من الإسلام. ولذلك يعني لا نأبى، ونشكر الحكومة البحرينية أيضا على خطوتها الجريئة بإيقاف التأشيرات القطرية للدخول إلى البحرين. يجب أن تنظف البحرين من هذه الحقيقة السياسات العنجهية من قبل قطر وإيران وغيرها. أنا أعتقد أنه هذه السياسة التي تحاول قطر هي ليس لديها الآن ما تستطيع عمله إلا في الحج فقط، عبارة عن تدوير الحج، وتريد أن تشيس هذا الحج. ولذلك المملكة لا تأبى مثل هذه يعني زقزقة العصافير، ولذلك احنا يعني نكرم العصافير عن هذه الزقزقة، لأن الحرمين الشريفين في يد أمينة، وكما رأيتم الحج هذا العام هو من أفضل ولله الحمد المواسم، على اعتبار أن إيران لم تستطع أن تخلخل هذا الحج، وكذلك أيضا أبعدت المخارب القطرية عن حج هذا العام. نعم نعم أستاذ أحمد، جانب آخر يعني يتبناه النظام القطري في إساءاته للمملكة العربية السعودية الشقيقة على المستوى الإعلامي، وهو جانب يجب أن لا نغفل عنه، كيف ترى يعني الغرض والهدف من مثل هذه الإساءات المتكررة؟ مثل ما ذكرت ضيفتنا الأستاذة سوسن الشاعر، أكثر من 80 تقرير خلال يعني 72 ساعة، وأكثر من 280 ألف تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها مدعومة من النظام القطري. ما هي الفائدة من تبني مثل هذه السياسات؟ هو طبعا مثل ما ذكرت الأستاذة سوسن، وهي طبعا مواطنة خليجية تعتبر من المواطنات المميزات على مستوى الشرق الأوسط، ولذلك يعني خلينا نعكس هذا التساؤل. بالأمس السي إن إن استطاعت المذيعة الأمريكية أن تكشف قوة المملكة السعودية في أنها تستطيع أن تحكم مليونين حاج بدون أي مشاكل، بل بدا لها الاستغراب وتكلمت كلام جميل جدا نشر على قناة السي إن إن وهذه القنوات المحايدة. أما القنوات التي تتبع لقطر فهي معروفة أصلا، ولذلك الآن لم يلتفت لها الشعوب العربية ولا الإسلامية، وحتى الأوروبيين انكشفت القنوات هذه في دخولها في معلومات خاطئة وكاذبة، ومن هذا المنطق تحاول هي قدر ما تستطيع من خلال بث الشائعات على الشعوب البسيطة، الشعوب البسيطة التي لا تدرك السياسة ولا تدرك يعني مشاهدة يعني الحقائق. بالأمس الحقيقة استطاعت أكثر من حوالي 140 دولة، يعني أكثر من حوالي 25 وسيلة إعلامية مؤثرة على الشرق الأوسط، نقلت الحج على مستوى عالي، ومن ضمنها قنواتكم العزيزة في البحرين. كل هؤلاء الحقيقة ينقلون الصورة الواقعية عكس ما كانت عليه الجزيرة. الجزيرة حقيقة لو تأخذ مثلا لها تقرير قبل 7 سنوات أو 5 سنوات كانت تثني على المملكة السعودية ثناء غير طبيعي، وكانت تنقل صور واقعية وحقيقية من خلال مراسلينها ومن خلال البث المباشر عندما سمحت لها الحكومة السعودية في ذلك الوقت. اليوم هناك تناقض مع تقاريرها. كل هذه الحقيقة طبعا أخونت الإعلام، ولذلك دائما يعني تسييس الإعلام بالطريقة الساذجة والطريقة الوقحة التي تبعها الحكومة القطرية أعتقد أنها كشفت الآن. ليس لهم جماهيرية كما تعلم،
ولذلك الآن دول الخليج بما فيها البحرين العزيزة على قلوبنا والكويت والسعودية وعمان وكذلك أيضا الإمارات الشقيقة والدول العربية مثل مصر والأردن والسودان وغير كلهم الحقيقة أيقنوا أنها أن 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 النظام القطري أصبح يستهدف بكل وسائله. طبعا لم يستطع الآن حقيقة الدخول مع الجيوش بحكم أنه كشف الآن ما عاد يستطيع يمد الجيوش المعادية والميليشيات كحزب الله وغيره، الآن يحاول قدر ما يستطيع عبر الفضاء، ولذلك ستنكشف بإذن الله تعالى سنقضي على هذه الشبكة التي يعني تحاول أن تزعزع الأمن في الأوطان العربية. نعم، من الرياض المحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك.